هل عندنا محافظات زيادات أعداد فيها ولا كله متساوي؟ طبعا يعني الاعداد التفصيليه عند وزاره الصحه، لكن بشكل عام القاعده المحافظات التي يقبل اهلها بشكل اكبر على اللقاحات هي المحافظات التي تتمتع بوضع صحي افضل حاليا. ما عنديش الاسماء المحافظات، وزاره الصحه لديها، لكن هذه هي القاعده اللي احنا لاحظناها. كلما زاد اقبال محافظه معينه على تلقي اللقاحات كلما تحسن الوضع الوبائي فيها بشكل كبير، وده اللي بيعكس او ده اللي بيفسر ليه الحمد لله محافظات زي جنوب سيناء، الاقصر، اسوان، البحر الاحمر، المحافظات الساحليه والسياحيه الوضع الوبائي فيها جيد جدا، نتيجه ان هذه المحافظات منذ وقت مبكر تم تطبيق الزاميه اللقاح بالنسبه للعاملين في القطاع السياحي، وبعد ذلك انتقلنا ل يعني تطعيم باقي اهالي هذه المحافظات. فالتوسع في تطعيم اهالي هذه المحافظات السياحيه في وقت مبكر يعني جعل هذه المحافظات الان في وضع جيد جدا، ربما هي الافضل في مصر حاليا بعد ان انتهينا من تطعيم يعني قرابه 100% من المستهدف في معظم هذه المحافظات الاربع اللي بتحدث عليها. فبكرر ثاني القاعده، كلما زاد اقبال اهالي محافظه معينه على تلقي اللقاح كلما تحسن الوضع الوبائي في هذه المحافظه. ماذا عن الافراح والقاعات؟ نفس القواعد، ليس هناك اي تغيير فيما يخص قواعد اجراء الافراح والمؤتمرات الدوليه او المحليه.